على صعيد متصل بالحالة الإنسانية الكارثية في اليمن، شن السناتور الأمريكي كريس مورفي هجوما لادعا على الإدارة الأمريكية لدعمها النظام السعودي وتشجيعه على تدمير اليمن وتجويع اليمنيين. You literally die from vomiting and diarrhea, sometimes over the course of hours, sometimes over the course of days, sometimes over the course. قليلة هي تلك الأصوات المدافعة عن الحق في العالم، ففي حين يقف اليمن وحيدا أمام أعتى عدوان في التاريخ تقوده السعودية بمساندة أمريكية قوية، شن السيناتور الديمقراطي كريس مارفي هجوما لاذعا على حكومة بلاده والنظام السعودي، وطالب الكونغرس بالتحرك الفوري لوقف المعاناة التي يتسبب بها والحصار الذي تفرضه الرياض على الأراضي اليمنية. وبرغم أنه لطالما تجنب أعضاء الكونغرس الأمريكي الحديث عن المجاعة والكوليرا في اليمن، إلا أن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي كثر الصمت وذهب أبعد من ذلك، شارحا بصور من على منبر مجلس الشيوخ كيف أن دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن سمح بأكبر أزمة إنسانية في العالم. أعزائي، الكوليرا طريقة بشعة للموت بها، وللأسف هي من صنع البشر، وفي اليمن سيصيب هذا الوباء نحو 1,000,000 شخص. السيناتور الديمقراطي تحدث عن الأزمة في اليمن، وكانت كلمته أشد نقدا من تلك التي أدلى بها معظم المسؤولين، قائلا أن الجوع والحصار ما كان ليصيب اليمنيين لولا دعم الولايات المتحدة. هناك كارثة إنسانية داخل هذا البلد، وهذه الكارثة الإنسانية والمجاعة سببها جزئيا سياسات الولايات المتحدة، لذلك حان الوقت لعمل شيء لحلها. مارفي العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذكر أن هناك كارثة إنسانية داخل اليمن، وأن هذه الكارثة وهذه المجاعة ليست نتيجة إعصار أو زلزال، بل بسبب الإجراءات المتعمدة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج. هذا التحالف الذي يقود حربا في اليمن يقوم بحصارها ويمنع دخول أي مواد إغاثية إليها، ويمنع دخول الوقود والطعام والماء وحتى وصول عمال الإغاثة. وفي هذه اللحظة المئات من السفن المحملة بمواد منقذة للحياة ممنوعة من الدخول إلى البلاد. مافي الذي فشل مع زميله الجمهوري راند بول بتمرير سلسلة من التدابير في مجلس الشيوخ لمنع صفقات الأسلحة إلى السعودية، انتقد إدارتي أوباما وترامب على حد سواء. لم تقم أي من الإدارات الأمريكية السابقة أو الحالية بعمل شيء، سواء إدارة أوباما أو ترامب، الذي يقول أنه يعرف ماذا يفعل. دعوني أقول لكم ماذا يفعل. إنه يستخدم التجويع كسلاحا في هذه الحرب، وهذا مخالفا للقوانين ويعد جريمة حرب، ولا يمكن أن تنتصر في الحرب بتجويع الناس. ما في ذكر أن الولايات المتحدة هي جزء من هذا التحالف والحملة العسكرية التي ساعدت في حصار اليمن وتدمير كل مقومات الحياة فيه. إن حملة القصف التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء في اليمن لا يمكن أن تحدث دون دعم أمريكي. إن الولايات المتحدة هي التي تقدم المساعدات للطائرة السعودية في تحديد الأهداف، فضلا عن تزويدها بالوقود بالجو الذي ضرب البنية التحتية وأوقف الخدمات ووصول الماء النظيف للسكان. مافي تحدث أيضا عن أن التحالف الذي تشكل الولايات المتحدة جزءا منه يساهم في زيادة معاناة الناس في اليمن، وأن استمرار هذا الدعم يعد وصمة عار في جبين الولايات المتحدة. بدلا من مساعدة الناس ورفع المعاناة عنهم، نحن نعمل على زيادتها ونساهم في حصار هؤلاء وتجويعهم. تصريحات مارفي جاءت بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب بأغلبية مطلقة على مشروع قرار غير ملزم ونص فيه أن دور الولايات المتحدة في الحرب على اليمن لم يأذن به الكونغرس.